بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ عاصم ومرحب بك وضيفك الكريم الأستاذ الزميل أسامة عبد الماجد، وتحية لكافة مشاهدي القناة. نعم. حقيقة طبعا موضوع تسارع الأحداث وخروج الخلافات من الغرف المغلقة في هذا يعني في الفترة الأخيرة، حقيقة مع الأسف الشديد حصلت يعني فعلا خلافات على مستوى شركاء الفترة الانتقالية بين بعض مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير ومكون العسكري في مجلس السيادي. هذا الخلاف طبعا واضح وحصل تراشق إعلامي، وأعتقد أنه حتى هذا الخلاف ممكن حتى الآن ممكن تحت السيطرة، لأنه من حيث المبدأ هذا الخلاف ليس يعني شامل كل الأطراف، وإنما هنالك بعض الأطراف، وهناك مساحة حسيسة حقيقة لإيجاد حلول أو تجاوز هذه الأزمة من خلال المساعي حقيقية على مستوى رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله الحمدوق، على مستوى بعض يعني أعضاء مجلس السيادي، أكثر من 3 أعضاء مجلس السيادي دعوا إلى تهدئة الوضع وعودة الأمور إلى النصاب الصحيح. هنالك اللجان أو محاولات من قوى وطنية، هنالك أظن مساعي من حزب الأمة لتكوين لجنة لرأب الصدى، هنالك مساعي دولية سيل من الوفود الدولية التي مشت السودان خلال الفترة الأخيرة تحدثوا بصفة أساسية في موضوع الخلافات السياسية وضرورة التمسك بالوثيقة الدستورية والعمل على إنجاح الفترة الانتقالية، وهذا المسار افتكر تحت السيطرة. أيضا مع الأسف الشديد ظهرت برضو موضوع الخلافات الموجودة بين القوى الحرية والتغيير نفسها، زي ما كان في التقرير أو في لأنه هذه الخلافات كان يبدو أنها كان تحت يعني الغرف المغلقة، ولكن خلافات موجودة والأسباب ذاته كلنا عارفينها، أسباب هذه الخلافات موجودة من فترة طويلة.